لطالما زادت التساؤلات حول غياب الفنان اللبناني يوسف الخال عن الدراما والشاشات، لا يخرج الأخير عن صمته ويكشف عن الأسباب يلي جعلته مغيب عن الدراما بالسباق الرمضاني أو خارجه. يوسف الخال حل ضيف خلال برنامج يلا نحكي مع الإعلامية جمان أبو عيد، وكشف خلال هيدا اللقاء عن سبب غيابه الواضح عن الدراما وجمهوره الكبير، وفجر يوسف مفاجآت عديدة من خلال تصريحاته المثيرة للجدل. قال يوسف الخال إنه إنسان متصالح مع نفسه وبيحاول دائما تقديم الأفضل لجمهوره، وأنه هناك شخصية نافذة وضعت فيتو على اسمه لأسباب شخصية، هو اللي عرقل بعض الأمور بمسيرته الفنية، خاصة إنه أهم من المنتج، وبقي متحفظ على ذكر الاسم، ونفى أنه يكون هناك أي خلاف مع شركتي الإنتاج الصباح وإيجل فيلم. وأضاف الخال أنه عفويته الطبيعية يلي بيتعامل فيها مع أصحاب مهنة التمثيل دائما تفهم وكأنه ما بحبهم أو شايف حاله حسب تعبيره، دون التفكير إذا كان من الأشخاص يلي بيشعروا بالخجل. من جهة أخرى، تمنى الخال تجسيد شخصيتين بحياته التمثيلية، الأولى وهي شخصية الإمام موسى الصدر، والثانية شخصية والده الشاعر يوسف الخال، إذ سبق وأنه كتبت والدته سيرته الذاتية بنص مؤلف من 30 حلقة، وثقت خلاله مختلف الحقبات يلي عايشها، معلقا بالقول: رح يكون من أصعب الأدوار يلي بجسدها لأني ما شفته وأنا بجسد الشخصية وما بقلدها. وأكد أنه بيرفض لعب الأدوار الثانوية، معتبراً أنه الوقت ما زال باكراً لاتخاذ هيدي الخطوة كونه ما بتوصله لهدفه، خاصة أنه البطولة هي أنه يحمل الشخص القصة على عاتقه وعملية إيصالها لهدفه، قائلاً: الدور الثاني صغير على طموحي والقوة التمثيلية اللي بتمتع فيها. كذلك استذكر يوسف الخال طفولته والأشخاص اللي توافدوا لمنزلهم بالتسعينات، كاشفاً أنه كان بيتمنى أنه يصبح مثل الفنان غسان صليبة يلي كان يتابعه بشغف، خاصة بمسرحية صيف 1840، وعلق: شاءت الصدف أنه أقف إلى جانبه بمسلسل عندما أشرقت الشمس، فضلاً عن مسرحية مع الرحابنة بعام 2004.